مصارعة المحترفين هي رياضة يمكن تكون مش منتشرة بشكل كافي في مصر، لكن على المستوى العالمي هي من أشهر الرياضات. وعشان كده من حوالي سنة ونص كان في شخص بيعشق الرياضة دي وقدر يأسس اتحاد لمصارعة المحترفين في مصر. الشخص ده هو كابتن أشرف كابونجا. كان شايف انه لازم يجمع اكبر عدد من الشباب اللي بيعشقوا الرياضة دي ويكون هدفهم رفع اسم مصر. انضميت للاتحاد بقالي حوالي سنة ونص دلوقتي ان شاء الله. اول حاجة بدأت كاراتيه، بعدين لقيته ما يناسبش مهاراتي وكده، بدأت اتطور من نفسي، بدأت العب كونغ فو، اشتركت في بطولات ساندا. الليفل بتاع الساندا فضل معايا مستوى كبير لحد ما دخلت جيش. دخلت كنت في الصاعقة، قضيت فيها سنتين، اتعلمت فيها حاجات كتير جدا، ان انا اطور من ادواتي واعلم من نفسي، اتعلمت ان انا العزيمة والاصرار. بدأت اشوف حاجة اعلى من الساندا شوية، فكانت لعبة فنون القتال المختلط، الام ام اي والماي تاي والجرابلينج والشغل ده، وبدات اعلي قوي يعني ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله. انضميت لاتحاد مصارعه المحترفين اي دبليو ار من سنه تقريبا. كان معرفت الكابتن اشرف عن طريق اللعبه وهو عنده فريق وكده اسمع ليه، اتعرفت عليه فدخلت الشو كده. اللعبه دي اي حد بيخشها سواء من بيلعب رياضه او ما بيلعبش رياضه، سواء بيلعب رياضه معينه او ما بيلعبش رياضه معينه، فهي بتخليه يلعب، يقدر يلعب اي رياضه. ان احنا زي ما حضرتك شايف احنا بنلعب بوكس فيها، بنلعب برجلينا، بنلعب مصارعه، بنشيل وبنرمي، بنلعب بحركات خانق، يعني يقدر يلعب اي لعبه بعد كده. زائد ان هي بتخليه يبني جسمه، لان اللعبه لو ما بناش جسمه مش هيستحمل ضربات فهيقع. انضميت للاتحاد من 6 شهور واللي اتعلمته في الاتحاد ان احنا عامه يعني بنتعاون مع بعضينا، بنحب بعضينا في الفريق، مفيش حاجه وقت الجد جد، ووقت ما بندخل الماتش محدش فينا يعرف التاني. مهما كان انا مثلا تعبانه قد ايه او مثلا مشغوله قد ايه، الرياضه اهم حاجه سواء في المصارعه او اي لعبه تانية، هي بتخليني اعرف ازاي انظم وقتي وازاي ان انا تفتح لي مخي لاي حاجه تانية. على الرغم من ان رياضه مصارعه المحترفين فيها احتكاك قوي، إلا أن الرياضة في حد ذاتها ليها متعتها لما كل يوم تشوف أنك أحسن ويكون هدفك تكون بطل. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وآخر فقرة من فقراتنا والرياضة وأهميتها بالنسبة للإنسان. الرياضة بمختلف أنواعها، مطلوب تسليط الضوء على كل أنواع الرياضة في مصر. النهاردة بنتكلم عن مصارعة المحترفين، اتحاد مصارعة المحترفين وإيه الجديد اللي بيقدمه، خصوصا لما يكون اتحاد يعني بيكون موجود لأول مرة سواء في مصر، هنشوف كمان على مستوى الدول العربية، على مستوى إفريقيا، بيضم عدد من الفتيات كمان، وده شيء جيد جدا. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بكل المجموعة اللي موجودة معنا. برحب بكابتن اشرف كابونجا، كابتن مصطفى احمد، صباح الفل. كمان برحب برودي وآية، صباح الخير، منورنا في مصر جميلة، صباح الخير. نبدأ. شيء جميل جدا انك تخش الصبح شغلك تلاقي جوز بنات حلوين زي القمر ماسكين بعض بيطحنوا بعض بيضربوا بعض بيعمل بيع الصبح. بص انت كنت اشرف واقف معاهم، فقلت اكيد ده طبعا المصارعه الحره رياضه جميله، بس حابين ان احنا نعرف منك اكتر عن الرياضه دي في مصر وعلى المستوى العربي والافريقي. انا عارف ان احنا ابطال كبار ومعانا هنا بطل او بطلتين يعني من الناس الثقيله العيار الثقيله. الحمد لله. احنا الثالثة على العالم، مصارعه الثالثة على العالم ان شاء الله، والاولى في مصر ووطن عربي وفي افريقيا والشرق الاوسط كمان، يعني دي اول من نوع بتاعها ان شاء الله. احنا بقى لنا سنتين مستمرين لحد ما جهزنا الحمد لله وبدينا نقف على رجلينا. ابتدى بقى في عروض لينا، عملنا عرض في دار الاشاره، كنا بنشوف الجماهير يعني هتعمل معانا ايه. وعملنا ماتش واحد، ما عملناش اكتر من كده، بنشوف رد الناس يعني ايه كده. بسم الله ما شاء الله حقق اعجاب كبير قوي من ناس كبير وصغير جميع الاعمار، حققوا يعني اعجاب بالمصارعه جدا، حبينا نكمل. بعد كملنا فعلا بجري الايام اللي فاتت دي على صندوق تحيا مصر ان انا اعمل في جميع عروض في جميع المحافظات باسم صندوق تحيا مصر، عشان يعني انشر اللعبه
وفي نفس الوقت يعني اساعد مصر باي حاجه بيها واقول لهم مصر ايه يعني اقول للناس كلها ان احنا مفيش حد احسن مننا. تمام. احنا الحمد لله تلت العالم وهنثبت ان احنا احسن واحسن ان شاء الله. وفي الايام الجايه دي ان شاء الله احنا قاعدين في اخر الشهر ده في مهرجان السياحه في جنوب سيناء. ايوه. في دهب مدينه دهب. عاملين ان شاء الله هناك 3 ايام ان شاء الله عروض. وعندنا في شهر 2 في جامعه القاهره ان شاء الله في نص الشهر بالظبط يوم 16/2 في جامعه القاهره ان شاء الله. هيبقى برده في اعلام مغطيها وان شاء الله هنبدا ننظر للعالم كله ان شاء الله مصارعه ثالثه العالم ان شاء الله. طيب كابتن مصطفى مصارعه يعني من الرياضات اللي ليها جمهورها يعني حتى احنا كده تلاقي في البيوت المصريه تلاقيهم جايبين المصارعه بيتفرجوا عليها وطبعا الشباب بيبقى منبهر باللي بيحصل بشكل كبير. كلمني بقى عن التحقق اصلا بالمصارعه وايه الخطوات اللي انت بتاخدها في الموضوع ده. انا اسمي مصطفى عندي 20 سنه اول ما لعبت مصارع روماني يعني قعدت فيها حوالي سنه وحققت فيها بطولات دخلت القاهره وحققت فيها الحمد لله. وبعد كده المصارع المحترفين جات انا على طريقه عمي عرفتها كان في مركز شباب الساحل فدخلت مع كابتن اشرف وانا اصلا عمامي كلهم ابطال مصارع بس فلعبت شويه فتره برضو كبيره مصارع محترفين وحققنا حاجه الحمد لله وان شاء الله يعني في اخر شهر 2 عندنا بطوله دهب زي ما كابتن اشرف قال وربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده شيء جميل. طب ما نسال جودي و نديهم المايك بقى كده نروح لهم نروح نشوفهم ونسلم عليهم كده ونصبح عليهم صباح الخير. رودي وآية ايه الاخبار؟ احنا معانا ابطال جامدين جدا طبعا. قولي لي ابتديتي امتى رياضه المصارع؟ بقى لي 6 شهور. 6 شهور وشايفه المستقبل عامل ازاي؟ لا كويس الحمد لله. تمام. رودي ابتديتي امتى؟ سنة ونص. وبطلة عالم وتالت افريق صح؟ طب ما تحكي لنا كده انت زعلانه مني في حاجه؟ لا انا قرب المايك يا حاتم. جايبه اول جمهوريه وتاني جمهوريه وتاني جمهوريه وتالت. ما شاء الله. طب ويعني لعبه المصارعه دي لعبه رجاله لعبه ناشفه كده ايه اللي خلى بنوته حلوه تفكر انها تعمل حاجه زي كده؟ لا انا اصلا بحب المصارعه. تمام. بحبها جدا. تمام. وايه؟ متابعه اصلا من صغري بحب العنف. بحب المصارعه في حاجات كويسه كتير. تمام. هتعملوا لنا عرض دلوقتي؟ طب ما تفرجونا كده. طيب هنظبط على بال ما هم يبتدوا يقعدوا يعملوا العرض بتاعهم نشوف القصه هتبقى ماشيه ازاي والاخبار ان شاء الله تبقى حلوه. يلا اتفضل. يلا اتفضل. يا نهار ابيض تخيل الصبح انت داخله شايفه الاثنين بيضربوا بعض كده يعني. بس تمام كده بس ده بجد تمام. نكتفي بهذا الصبر ده كده جميل. عايزين اي خساير اكتر من كده الحقيقه. لو على الحلبه على الحلبه اكتر من كده بكتير. طبعا الحلبه شيء تاني عشان خاطر بس عشان خاطر الارضيه كده. الحلبه حاجات صعبه جدا وحاجات اقوى من كده بكتير جدا يعني. طب اشرف الضربات بتبقى ليها حاجه معينه يعني ليها ليميت معين ولا مسموح بيها في كل حاجه؟ الضربات اللي بنشوفها في صاره المحترفين يعني مثلا بيضرب ويحط في صداد لازم يصد مش يعني يعمل حركه معينه الكلام ده فعلا. هو المصارعه عامه ما لهاش قوانين. مصارعه حره في اي حاجه باي حاجه تضرب بيها في اي مكان تضرب بيه بس القبض القبضه مقفوله لا لازم ايدك تبقى مفتوحه. منها انا اصلا ايدي ما تاذاش ومنها هو وشه برضه ما تاذاش. لازم احافظ على اللاعب اللي معايا. لازم احنا في الاول وفي الاخر اخوات. تمام. اخوات احنا بنشوفهم بيموتوا بعض جوه. جدا. دي بطولات بتبقى عمليه قويه جدا. دم في دم حضرتك. انا مناخيري دي اتكسرت مرتين في تدريب. مش في ماتش في تدريب بس اتكسرت مرتين. طب في ناس بتتفرج على الاندرتيكر وجون سينا والناس الكبيره بيقول لك دي كلها تمثيليه في الاخر يعني مش ضرب بجد مش خناقه بجد. وناس بتتفرج بتفتح بقى تقول يا خبر ابيض موتوا بعض بجد. لا يا فندم بجد. فاحكي لي الحكايه بقى عشان الناس تبقى فاهمه القصه. مفيش حاجه اسمها تهريب. انا اديك شوء بسيط اديك حركه مثلا اديك شوء الحركه بتاعتك يعني تديله بوكس اترمي بيها اتالم اكتر ماشي لكن الضربات بتوصل حقيقي كسر الضرب الكراسي. انما فيها حته شوي برضو يعني حته كده انت تضربني اخد الضربه اخد لازم عشان ادي شغل للناس. ادي شغل للناس بتفرج يعني بطريقه حلوه وطريقه جميله.
بس تمثيل؟ لا ما فيش حاجه اسمها تمثيل. لا وساعتها كمان اعتقد يعني مع تلقي الضربات ما بيبقاش فيه تركيز ان انا هعمل الشو قد ما تركيز ان انا هضرب ازاي، هتلقى الضربه اللي قدامي ازاي، فبيبقى كل التركيز في الحلبة وفي الخصم اللي موجود قدامك. مصطفى قولي بقى عن مشاركاتك، ويعني هل انت شايف ان في تشجيع هنا ما بين الشباب لممارسة المصارعة، ولا الموضوع ده لسه شوية محتاج ان احنا ننشره اكتر؟ لا هو في احنا من ساعة ما لعبنا في دار الاشارة لعبنا عملنا عرض برضو عملنا ماتش، فلقينا الجمهور حابب اللعبة المصارعة المحترفين بس، فشجعونا على اللي احنا نعمل عروض اكتر كمان من كده. تدريب البنات بيختلف عن تدريب الولاد ازاي بقى؟ فعلا بيختلف كتير جدا. ازاي؟ البنات البنت معروفة ضعيفة شوية عن الولد، ضعيفة يمكن نص الولد اكتر يعني. فباخدهم درجة درجة عشان اوصلهم للمستوى اللي هو يقارن بيه ولد مثلا من معايا المصارعة، محتاج مني فترة كبيرة جدا. انا يعني بضرب البنات اكتر من الولاد. بيبدأوا هم عندهم يعني كام سنة؟ البنت ممكن تقول نبدأ بقى من دلوقتي 16 سنة. 16 سنة مش قبل كده؟ لا قبل كده مش هينفع، ما ينفعش. لازم 16 سنة تكون كملت نموها وبقت شديدة كويسة، وغير كده بتكون بتلعب قبل كده العاب. تمام. يعني بنصحهم من البنات عايز تخش مصارعة لازم تكون تمارس لعبة لعبة او اتنين على الاقل لمدة سنة. لما تجيلي تتعود على الضرب، العاب معينه ولا اي رياضه؟ يعني في رياضات معينه هي دي الافضل انها تكون بتمارسها قبل المصارعه ولا بشكل عام؟ اي رياضه فيها قتاليه فيها حركه الرجل والايد انا بشجعها جدا. طيب انا مهم جدا ان احنا نقول احنا يعني في الفتره اللي فاتت طبعا مع عصر السماوات المفتوحه والفضائيات اللي بتنقل المصارعه الحره، مهم جدا ان احنا نقول للناس يعني اللي مش متدربه بتدريب بروفيشنال لا ما تحاولش انها تعمل الحاجات دي لوحدها. ليه بقى؟ يا ريت تشرح لي. في اخطاء كتير جدا الناس فاكره ان في حركه مثلا اعملها فاكرها سهله جدا، يعني كروز لاين فاكرها الحركه سهله. كروز لاين دي ممكن تكسر رقبه، ممكن تموت، وممكن تجي لك سكته قلبيه منيح، وممكن صدرك يتقفل. كروز لاين حركه واحده بسيطه الناس تفكرها انها سهله. حركه مثلا جون سينا، انا لو غلطه بسيطه ظهري اتكسر رقبتي. فانا انصح الناس ما يعملوهاش، ولو هيعملوها يروح عند مدربين يتعلموا الحاجه دي. هو طبعا ان ما فيش مدربين، انا معايا ثلاث مدربين، يمكن كابتن طه ده كبير المصارعه في مصر هنا، وهو كابتن احمد علا اللي هو عمه وابوه، دول اكبر مصارعين روماني في مصر هنا. عمليه وراثه بقى، بنات وراثه. الحمد لله عيلتنا الاسره ابطال عالم، مش ابطال جمهوريه بس. ما شاء الله ابطال عالم الاسره بحالها. هو مصطفى جه عن طريق عمه. يعني ده شرف لينا اساسا، يعني كابتن طه وكابتن احمد وابطال مصارعه الرومانيين. احنا مدربين برضه كابتن طه ده معانا بيدربنا طرحات مصارعه روماني. طرحات مصارعه روماني طبعا كل واحد استاذ حركته. هو طبعا كابتن كبير بيعلمنا طرحات الروماني ازاي، طرحات المسكات الرومانيه ازاي. دي بتفيد المصارعه اكتر وبتدي دفع اكتر للعيبه ومهارات يعني تبقى كويسه اللعيبه. طيب كابتن مصطفى، يعني انت من بيت اصلا في مصارعه المحترفين ومحققين بطولات ومحققين يعني تقدم كبير، شايف انت طموحاتك ايه بالنسبه للمصارعه في مصر؟ شايف انت ك يعني ممارس للرياضه دي محتاج ايه علشان برضو نقدر ننمي الرياضه بشكل عام، مش بس تكون موجوده داخل مصر، لان نقدر يكون لينا تواجد في المسابقات العالميه ان شاء الله؟ اهم حاجه يكون في اهتمام، يعني اللي هو يعني احنا بنتمرن يكون في يعني نادي لينا اللي هو نلعب، ومعانا يعني كباتن يعرفوا، هو يعني كابتن اشرف معانا الحمد لله، ومعانا كابتن احمد برضو اللياقه، كابتن جميل برضو، بس فعايزين اهتمام برضو، عايزين شغل تاني. في عروض تانية ممكن نشوفها كمان مع لا بالنسبه للبنات لا كده عشان خاطر الحلبة. كابتن مصطفى ممكن يعمل لنا عرض؟ لا مع مين؟ هيبقى لوحده؟ ما لازم مع حد. لازم انا اقوم معايا، انا عايز اقوم معايا مثلا يعني. احنا عايزين عرض تاني الحقيقه. لو مع حاتم ممكن يعمل عرض ويقضي عليه. في حد اتضايق يا درش؟ حبيبي يا درش ليه يا احمد مصطفى؟ ليه عادل كده حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه يا بابا كده؟ لا اله الا الله. تمام. طيب كابتن اشرف، خلينا نبص كده. بطوله الاهرام الدوليه للسكواش والغردقه الدوليه للسكواش، الملعب بيتحط، العالم كله الانظار، الميديا، كل حاجه. ممكن نشوف حلبه، نشوف ابطال عالم بييجوا يلعبوا هنا وبيلعبوا مع ابطالنا المصريين والنشط السياحه؟ تمام. الخطوه اللي جايه يعني حاسس بعينيك ان في حاجه في كتير جدا. انا في مفاجات، في ناس من العرب جايين، في واحده من السعوديه جايه ان شاء الله في الاجازه الجايه دي، في واحده من الكويت، من العراق جايه تتضم معانا برضو اسمها مها، ان شاء الله يكونوا جايين في الاجازه ان شاء الله يتضموا معانا. في ناس من عرب
اول ما يلاقوا فرصه ان شاء الله كلهم هيجوا. انا معايا انا لازم اللعبه دي مصريه عربيه. انت عامل تواصل معاهم؟ عامل تواصل على الفيسبوك معايا صفحه مصارعه المحترفين العربيه. انا عاملها باسم العربيه مش المصريه. لا مصريه وعربيه. انا بلم الوطن العربي كله. دي التالتة على العالم. بره مش احسن مننا في حاجه. احنا اقوياء والله. احنا اقوياء في كذا لعبه مش لعبه واحده بس. احنا زي ما انت عارف كرم جابر طبعا اول عالم في طبعا. ما ننساهوش طبعا. الناس كتيره قوي بالملاكمه كل العاب كتيره جدا دي شرف لينا احنا. فاحنا اقوى. فان شاء الله انا عايز بمصر وهو من الوطن العربي ان شاء الله اجيب لعيبه من الوطن العربي ان شاء الله هنطلع بيهم ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله الموضوع زي ما حضرتك قلت كده انا هلف جميع المحافظات. هتنشر اللعبه اكتر كلها. وهعمل اكاديميه اللي عايز يخش اللعبه دي انا هوصل لحد المحافظه عنده. لا انا هجي له حد المحافظه هعمله مده شهرين ثلاثه واللي كويس هاخده معايا مش هسيب حد انا اللي كويس هجيبه معايا وهلم الفريق بتاعه هلم اكتر بدل ما هم 25 لاعب ولاعيبه اخليهم 250 اخليهم 100 ان شاء الله يبقوا اكتر. باذن الله يبقوا اكتر من كده يعني. وابهر بيهم العالم ان شاء الله يعني باذن الله. السؤال الاخير انت منين يا كابتن؟ انا من الاسماعيليه. انا الوحيد من الاسماعيليه اما الفريق هنا كله من القاهره. تمام. ان شاء الله ما يبقاش في الاسماعيليه بس لكن يبقى في الاسماعيليه وفي كل المحافظات. زي ما حضرتك قلت احنا شبابنا عندنا شباب بيتمتع بيعني مهارات كبيره جدا وان شاء الله تكون المهارات دي يعني موجوده على مستوى العالم باذن الله. الحمد لله. حضرتك انا برضو في عروض جايه من بره ان انا اخد اللعبه دي العب باسمهم بره. ما رضيتش. لا احنا بلدك اولى بيك والله. دولتين يعني دولتين والله ما رضيت لحد دلوقتي انا متمسك بيها ان شاء الله. ربنا بلد ان شاء الله وهفضل في بلد ان شاء الله. بلدنا اولى بينا مصر ان شاء الله. بلدنا اولى بينا وجميل ان حضرتك يعني حابب ان انت تكون موجود في كل المحافظات ان انت تنشرها على مستوى العربي ومستوى الافريقي ومستوى الدولي باذن الله. معاك مجموعه جميله ان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم. يا رب. اشكرك كابتن اشرف كابتن مصطفى كابتن رودي وكابتن ايه. شكرا لكم على العرض اللي انتوا قدمتوه. كده نكون وصلنا مع كل مشاهدينا لنهاية لقائنا النهاردة في مصر جميلة. دايما مصر جميلة كل يوم بإذن الله تكونوا معانا وفريق عمل جديد إن شاء الله. نشوفكم بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله. السلام عليكم.